باتريك والأصدقاء. ميمي مريضة. كانت ميمي مريضة بالأمس ولم تذهب إلى المدرسة. كيف حالك اليوم يا ميمي؟ أوه، أرى أنك نلت قسطاً جيداً من الراحة بالأمس وتشعرين بتحسن كبير اليوم. ميمي تريد أن تذهب إلى المدرسة، إنها توضب أغراضها، فلنرى ماذا لديها. منديل نظيف، قنينة ماء، بعض الشطائر. مدهش. تضع ميمي كمامة لأنها لا تريد نقل الجراثيم لزملائها في المدرسة. يا لمراعاتها لغيرها. انظروا، باتريك ووين وبوبي يلعبون الكرة. التقطها يا باتريك. بوركت يا باتريك. يا إلهي، إن باتريك يعطس. هل أصبت بالرشح يا باتريك؟ نعم، أؤكد أنه ليس على ما يرام. لكن كيف ما يزال باتريك يلعب مع وين وبوبي؟ إذا كان باتريك مريضاً فقد ينقل الجراثيم وهو ينقل الكرة. يا إلهي، مؤكد أن باتريك ينقل الجراثيم بمشاركته شرابه. باتريك، لا تفعل هذا. يا إلهي، بوبي أيضا يشرب من نفس القنينة. إنه وقت الغداء. تريد ميمي أن تأكل بمفردها. الآخرون يتشاركون طعامهم. لا تريد ميمي أن تتشارك طعامها. هي لا تريد أن تنقل الجراثيم. باتريك يعرض مصاصته على بوبي، وبوبي يأخذها ويناولها لوين. إنهم يبدون سعداء، لكن هل تظنون أنهم يقومون بالعمل الصحيح؟ أشعر بالقلق عليهم. يطلب باتريك من ميمي أن تلعب معهم، ولكن ميمي ذكية. إنها فقط تريد العودة للمنزل مباشرة بعد المدرسة. يا له من يوم جميل. انظروا إلى ميمي، تبدو منتعشة وبصحة جيدة. تتذكر ميمي أن تتمرن، أن تشرب الكثير من الماء، وأن تحضر ما يكفي من الطعام، وأن تحضر منديلا نظيفا. انظروا، إنها لا تحتاج لكمامة اليوم. يا إلهي، انظروا إلى باتريك ووين وبوبي. هل جميعهم مرضى؟ نعم، جميعهم مرضى، جميعهم باستثناء ميمي.
باتريك والأصدقاء من إنتاج كيز كيدز.